نحن طلاب نماذج محاكاة جامعة عين شمس، شعرنا بالمسؤولية تجاه تلك الانتخابات وضرورة إعداد كوادر سياسية طلابية قادرة على خوض تلك الانتخابات. فالجامعات ليست مكان لممارسة العمل السياسي، وإنما هي مكان لتعلم كل شيء بما في ذلك السياسة من خلال أنشطة التثقيف السياسي المختلفة. ومن ذلك المنطلق تم تأسيس أول نموذج لمحاكاة المجالس الشعبية المحلية الذي دامت محاضرته التدريبية لمدة 6 أسابيع بمعدل 12 محاضرة تدريبية. وقد تم خلال النموذج مثال مشرف للممارسات الديمقراطية بإقامة الانتخابات على منصب رئيس المجلس الشعبي المحلي وأيضا منصب وكيلي المجلس المحلي. فنحن في نموذج محاكاة المجلس المحلي نحاكي المجلس المحلي لمحافظة القاهرة، وقد كانت لنا السابقة بإجراء الانتخابات على منصب محافظ القاهرة كعرض لرؤيتنا كطلاب بضرورة انتخابات كل من المحافظين ورؤساء الأحياء ورؤساء المدن ورؤساء كافة الوحدات المحلية بكافة المستويات، وبذلك نكون وضعنا النواة الأولى لمواجهة الفساد الإداري وتطبيق اللامركزية الإدارية والمالية من خلال إعداد كوادر طلابية قادرة على خوض الانتخابات المحلية القادمة المرتقبة. وندعو كافة الجامعات المصرية لتطبيق ذلك النموذج حتى يتم إعداد جيل كبير وقوي من طلاب الجامعات لخوض انتخابات المجالس المحلية المرتقبة، وبعد ذلك نستطيع رفع شعار المحليات للطلاب. ونحن نقدم لكم اليوم الجلسة الأولى للنموذج محاكاة المجلس المحلي، ونناقش فيها قضايا المجلس الشعبي المحلي لمحافظة القاهرة. مجلس الأمن تقريباً هو واحد من أهم الأجهزة الرئيسية اللي موجودة داخل منظمة الأمم المتحدة، وبصفته أهم حاجة أهم جهاز فيهم، فهو بيقوم على المحافظة على السلام والأمن الدوليين. ومن خلال المحافظة على السلام والأمن الدوليين فهو بيحاول بقدر الإمكان أنه هو يكافح الإرهاب. مكافحة الإرهاب هتيجي من خلال مكافحة تمويل الإرهاب، وهقدر أن أنا أكافح التمويل ده من خلال القضاء على تجارة السلاح وتجارة المخدرات وتجارة البترول وكمان تجارة الأعضاء. محتاجة أن أنا أعمل هيئة رقابية داخل مجلس الأمن بتتابع لي الدول اللي بتصدق على قرارات مجلس الأمن ولكن مش بتقوم بيها على أرض الواقع. محتاجة أن أنا أوعي الناس وأفهمهم أن الإرهاب ملوش علاقة بالدين أو العرق أو الحضارة أو حتى الجنس. محتاجة أن أنا من خلال التنمية المستدامة هقدر على قدر الإمكان أقضي على الجذور أو البنية التحتية للإرهاب. مش هقدر أقول أن في دولة ممكن تكون خالية من الإرهاب، ولكن على قد ما نقدر نحاول ان احنا نحد من الارهاب علشان خاطر نقلل من العمليات الارهابيه ونقلل من الاطفال اللي تقريبا بتتيتم كل يوم. شكرا. شكرا للطالبه. والان ننقل الكلمه الى ممثله الدوله المصريه لتحدثنا عن جهود الدوله المصريه في مكافحه الارهاب مع الطالبه اسراء اشرف، فلتتفضل. بعد ثوره 25 يناير استغل الارهابيين العناصر الإرهابية التذبذب السياسي اللي كان موجود في مصر ساعتها عشان يقوموا بالعمليات الإرهابية بتاعتهم، وكانت بتزيد العمليات الإرهابية في مصر كل سنة أكتر من اللي قبلها، لحد في 2017 بعد حادث اللي حصل في مسجد الروضة اللي كان في العريش اللي راح ضحيته أكتر من 300 شخص. أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي بشن أكبر هجوم لمكافحة العمليات الإرهابية في سيناء في 2018، وقال هنقدر نقضي على الإرهاب في 3 شهور. وبالفعل شاركت القوات الجوية والبرية والبحرية المصرية علشان تقوم بالعملية دي، وقدروا ان هم يقضوا على عدد كبير جدا من العناصر الإرهابية اللي كانت موجودة في سيناء ساعتها. هي محاكاة إيجابية، وهي تدريب للشباب على التعامل مع القضايا الدولية ومع علاقات مصر بالعالم المختلف، وأيضا تطوير لتفكير الشباب وفتح مجالات له لإحداث التقدم و الانطلاق فكريا والتعرف على العالم الخارجي والقضايا. هو الهدف من دي ان بتدرب الشباب المصري وتعرفوا على ثقافة ما هي فنلندا، ما هي الصين، ما هي منغوليا، ما هي اندونيسيا، ما هي افغانستان، ما هي اي دولة من الدول الاعضاء في الامم المتحدة. الأحزاب والسياسيين مشاركة بدعوة كريمة ولبت الدعوة الكريمة اللي تلقتها من إدارة الجامعة وكذلك اتحاد الطلاب لمشاركة
مشاهدة الحفل الختامي لنموذج المحاكاة اللي حصل النهاردة من الشباب. الحقيقة بذل فيه مجهود جيد جدا من حيث التنظيم ومن حيث الكلمات ومن حيث الدراسة. قد يكون في بعض الأخطاء اللي يمكن تدركها مستقبلا لكن يبني عليها. النهاردة بتتكلمي في شباب أعمار 19 و20 سنة النهاردة أنهم يبقوا قادرين يعرفوا إيه موقف الصين في القضية الفلانية، إيه موقف روسيا في القضية الفلانية، تشابك الأوضاع في اليمن، تشابك الأوضاع في قضايا الغذاء العالمي زي اللي حصل من كلمة ممثلة منظمة الفاو. النهاردة كان في حاجة بتدل انه في مجهود اتبذل خلال الفترة اللي فاتت وده بيسهم في تسخيف الشباب بشكل اكبر. طبعا احنا دلوقتي شبابنا محتاج يدور على مصدر المعلومة صح عشان يبدأ ياخد الثقة في نفسه، ده رقم واحد. يطلع على حقائق الامور، ده رقم اتنين. لما نقول للشباب بتوعنا افعل او لا تفعل ما بيستجيبوش. عادة اللي بيحصل ان شباب كتير بيقعد ينظر على متخذ القرار، امتى هياخد الموضوع جد ويدور على معلومة صح؟ لو حطيتيه هو في موقف متخذ القرار. وهو ده الفايدة من نماذج المحاكاة بصفة عامة. انت ليك قول بالنسبة لأداء البرلمان، طب تعالى ادخل في نموذج محاكاة مجلس النواب ورينا هيبقى رأيك عامل ازاي. انت ليك قول في حقوق الانسان والحريات، تعالى ادخل في نموذج محاكاة الامم المتحدة وريني هتتكلم ازاي. الفكرة ان الشاب المصري يبدأ يطلع بجميع القضايا والسياسات الدبلوماسية والدولية على مستوى العالم. معنى اخر، لو احنا دلوقتي في مصر بنبني اقتصادنا، احنا في نحو اقتصاد متعافي. الاقتصاد ده عمره ما هيتبني صح لو كان العقل زي ما هو مقفول عليه. طول ما شبابنا ممكن ياخدوا معلوماتهم من السوشيال ميديا، معلومات سطحية وتتردد بدون تفكير وبدون بحث عن المصدر الموثوق للمعلومة، فاحنا مش بنتجه نحو الأمام. اللي احنا بنحطه أو بنعمله في نماذج المحاكاة للشباب بتحطيه في موقع متخذ القرار هيبدأ يدور على مصدر معلومة صح علشان يقدر يقنع بيها بقية الطلبة من زمايله. شرفت بحضور نموذج المحاكاة اليو إن الأمم المتحدة اللي هم عملوه مجموعة رائعة من الشباب. طبعا نماذج المحاكاة يعني بتعرف الشباب ايه الامم المتحدة، يعني ايه جلسة الامم المتحدة، يعني ايه مجلس امن، يعني ايه القضايا اللي ممكن تكون مطروحة، ايه رأي الدول. فطبعا هو اللي لو خدوا خبرة اما هم طرحوا بعض القضايا زي قضية الارهاب. طبعا مصر بتعاني من الارهاب اللي كان موجود في سيناء، والحمد لله احنا يعني هنطحره يعني. فكون ان الشباب تعرف يعني ايه ارهاب ويعني ايه قضية ارهاب ويبدأوا يشوفوا رأي الدول فيه وايه أثر الإرهاب ده على الاقتصاد وأثره على الدول، فدي حاجة كويسة جدا، حاجة مشرفة إن هم يطلعوا بالمنظر ده، وحاجة كويسة جدا إن هو يبقى عنده خبرة فيما بعد، إن هو يبقى شباب واعي قادر على قيادة الدولة اللي جاية، وده اللي احنا بنحلم بيه. أسميها احتفالية النهاردة بصراحة، مش محاكاة، لأن النهاردة أنا شفت في عيون الشباب والشابات الولاء والانتماء لهذا الوطن، هم فعلا عايزين يعملوا حاجة. والنهاردة القيادة السياسية حقيقي يعني مهتمة بالشباب. عايز أقول لكم حاجة وعايز أقول للشباب اللي واعي حاجة، محدش يغير فكركم أو يغير من اتجاهاتكم، ما لا تنصتوا إلى الشائعات. وطنكم الحمد لله بيتبني من جديد. ده تاني لقاء لينا مع شباب الجامعات، وحقيقي كانت دعوة من الدكتور أبو هاب عزت رئيس الجامعة لحضور النماذج. اللي احنا شفناه النهاردة شيء مبهر، شيء بنفخر بيه كلنا ان في شباب جوه الجامعات عنده هذا القدر من الوعي وعنده هذا القدر من الثقافة. الحقيقة نماذج مشرفة جدا. نعتقد ان نماذج المحاكاة هتخلق كوادر جديدة في الحياة السياسية والقيادات التنفيذية الفترة اللي جاية، ونتمنى انها تعمم على كافة الجامعات، لان فعلا انا شايف ان في اهتمام من الشباب نفسها بدراسة المواضيع وتناولها بشكل صحيح. قدروا يوصلوا ان يمثلوا المجلس المحلي بشكل منظم جدا وبشكل راقي. الحقيقة تعبوا جدا على مدار السبع شهور وخلال الجلسات التحضيرية، وحقيقة النموذج النهاردة في النهاية كان فيه أكتر من إشادة بما يحدث، لأن الشباب حقيقي فاجئونا. إحنا مكناش متوقعين إن إحنا نلاقي هذا المستوى، ولكن فعلا شباب الجامعات بيثبت يوم بديبيعون إن هم عماد الدولة وإن هم مستقبل مصر. تجربة ناجحة جدا جدا في جامعة عين شمس، قعدوا سبع شهور بيجهزوا سبع نماذج، والنموذج ده اللي هو نموذج المجلس المحلي ده نموذج محترم وبذلوا فيه مجهود كويس وخرج بنجاح وصورة كويسة جدا. وإحنا كتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بندعم هذا النموذج
النموذج، لان النموذج ده هو لان الشباب هو عمود الدوله المصريه. هي الفكره، فكره المحاكاه في الاول وفي الاخر ان احنا بنحاكي الدوله او بنحاكي بعض مؤسسات الدوله او المؤسسات المحليه او المؤسسات الدوليه، بهدف ان الطلبه يبقى عندها وعي بيها، بحيث لو حد تولى منصب قيادي في يوم من الايام في المستقبل يعني يبقى على مقدره ان هو يقدر يدير او يقود المكان بتاعه ده. احنا بنحاكي في جامعه عين شمس 7 نماذج محاكاه، اللي هو نموذج يعني 3 نماذج سياسه خارجيه و4 نماذج سياسه داخليه. النموذج الأول هو نموذج محاكاة جامعة الدول العربية، النموذج الثاني هو نموذج الاتحاد الأفريقي، النموذج الثالث هو نموذج محاكاة منظمة الأمم المتحدة. دول بالنسبة للسياسة الداخلية الخارجية. بالنسبة للسياسة الداخلية احنا بنحاكي 4 مؤسسات. أول حاجة اللي هي المجلس المحلي، هو جزء من السلطة التنفيذية في الدولة. تاني حاجة بنحاكي مجلس الوزراء، هو ده يعتبر السلطة التنفيذية في الدولة كلها. بعد كده بنحاكي مجلس النواب، وهو ده السلطة التشريعية طبعا. بعد كده بنحاكي الدولة المصرية، ودي بتضم سلطتين، السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب والمتمثلة في مجلس الوزراء. شغال معايا تيم من 30 ممبر. التيم دوت مكون من لجنة أكاديمية ولجنة تنظيمية. لجنة تنظيمية مكونة من موارد بشرية وبي آر وميديا وكوردينيشن. احنا عملنا نزلنا الجامعة وعملنا ريكروتمنت للطلبة، جمعنا 120 طالب من كل الكليات في نموذج عندنا، كان هدفهم ان احنا ندي محاضرات عن الامم المتحده وازاي بعد كده ممكن يشتغلوا في السياسه العالميه، ومعها جزء صغير سوفت سكيلز ممكن يساعدهم بعد كده في شغلهم لو حابوا يحترفوا اي مجال تاني. الامم المتحده من زمان ادركت اهميه نماذج المحاكاه بتاعتها. الموقع الرسمي للامم المتحده هم حاطين زي دليل لاي منظمه او اي مدرسه او اي جامعه حابه انها تعمل نماذج محاكاه شبه الامم المتحده، وفاتحين لينك بعد ما النموذج يخلص ان يبعتوا لهم الاعمال بتاعتهم عشان في فرصه ان هم يروحوا يعرضوا هناك في الجمعيه العامه للامم المتحده في نيويورك. من الجامعات المشهوره اللي عملت الحكايه دي جامعه جورج تاون في قطر، عملوا مشروع متكامل نموذج محاكاه للامم المتحده وتم التواصل معاهم وراحوا عرضوا هناك في الجمعيه العامه، وده اللي احنا بنطمح له هنا يعني لحد ما. بيعلمنا ازاي نقدر نتكلم قدام عدد كبير، ازاي نقدر نتفاعل، ازاي نحس بقضايا بنعيشها في حينا في الحي اللي احنا عايشين فيه. بنقدم طلبات زي طلبات الاحاطه او طلبات استجواب او هكذا. بنفضل نعمل تاسكات كتير جدا علشان نقدر نحقق ان احنا يبقى في نبوغ فكري في طريقه كلامنا وتعاملنا مع اي قضيه بيقابلها الوطن او بتقابلها محافظتنا. نموذج المحاكاه انا ما دخلته كان هدف ان انا اكبر دائره علاقاتي، اعمل علاقات كتير، ان انا اطور من نفسي. مش عايزه يبقى فتره الكليه ال4 سنين اخليها بس ان انا محاضرات سكاشن وكده، لا، حبيت ان انا اطور من شخصيتي برضو، وفعلا ده اللي انا استفدته لما دخلت المجلس. غير الكلام العام اللي هو عن النماذج، ان انا عرفت اكتر عن النموذج المحلي. انا ما يكون في مشكله في الحي بتاعي اروح لمين؟ اكيد مش الرئيس او الوزير او المحافظ، لا، عرفت انها بتبقى درجات. اهميه النماذج المحاكاه ان هي فعلا بتحسسنا ان احنا جزء من الوطن ده، تمام، ان احنا بنحاكي الواقع بتاعنا وان احنا لينا دور ولازم ان احنا نقوم بيه. يعني بتحسسنا بالوطن وروح بتعلي علينا الشعور الوطني جوانا، وطبعا ثقافة لينا، ولا ليها أهمية كبيرة، طبعا ليها دور كبير. في غاية السعادة أن أكون موجود النهاردة في نموذج محاكاة برلمان جامعة عين شمس، والحقيقة ما أبدوه الطلبة هو فاق التوقعات بالنسبة لي. أدوا أداء رائع جدا في طريقة الإلقاء وفي طريقة تناول الموضوعات اللي تمت من خلال الجلسة العامة اللي عرضوها خلال هذا النموذج. وأنا بعتقد أنه يعني أنا استعرضت معهم عدد من الملاحظات الإجرائية الخاصة بإجراءات الجلسة، ولكن بشكل عام أنه دي تكون بداية، وأن ده تاني نموذج محاكاة لمجلس النواب بيعملوه، فده تقدم رائع جدا، وأدخلوا بعض الابتكارات منها استخدام الفيديوهات في عرض قضاياهم والرد عليها. فأنا بحييهم وسعيد جدا بوجودي في نموذج المحاكاة ده، وهستمر معهم إن شاء الله في تناول هذه النماذج. ودعوتهم أيضا ضرورة إن هم يزورونا ويطلعوا على الجلسة العامة داخل مجلس النواب، عشان ده هيكون مفيد ليهم بشكل عملي وبشكل مباشر. أنا أحد خريجين نماذج المحاكاة. أنا خريج اقتصاد وعلوم سياسية، وكنت رئيس نموذج محاكاة مجلس الشعب المسمى القديم داخل الكلية، حاليا عضو مجلس النواب في البرلمان المصري. أعتقد إن فكرة نماذج المحاكاة دي هي تجربة مفيدة للغاية وفكرة محترمة جدا، لأنها طبعا بتأهل الشباب داخل الجامعة طبعا لكيفية محاكاة المؤسسات داخل الدولة المصرية، ومنها طبعا مجلس النواب السلطة التشريعية داخل الدولة. وبالتالي فكرة طبعا
وجود نماذج محاكاه وان يتم مناقشه الادوات البرلمانيه سواء من طلبات احاطه استجوابات بيانات عاجله وان احنا نفهم الطلبه الجامعيه ازاي الادوات البرلمانيه بيتم استخدامها داخل مجلس النواب طبعا وكيفيه العلاقه ما بين السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه في الدوله ده امر هام جدا. يمكن النهارده هم عملوا تجربه لكيفيه محاكاه مجلس النواب وكيفيه تقديم طلبات الاحاطه وما الى ذلك واعتقد ان هم عملوها بشكل جيد جدا. فكره نماذج المحاكاه من يعني من الافكار اللي انا بدعمها بشكل كبير جدا سواء داخل جامعه عين شمس او داخل جامعه القاهره لانها فعلا بيكون من وراها هدف نبيل وهدف مهم للغايه وهو تاهيل الشباب المصري لكيفيه المشاركه بايجابيه داخل كافه الاستحقاقات الانتخابيه او الدستوريه او وجودهم كمان داخل مجلس النواب المصري او المحليات او مجلس الشيوخ باعتبار بما سيكون بوفقا للتعديلات الدستوريه الاخيره. نموذج مشرف جدا شباب بجد حاجه تشرف ده يدل ان الشباب المصري وعي الشباب المصري واتمنى يمكن انا لسه كنت بتكلم جوه معاهم اتمنى ان ده يتنقل للمحافظات هلاقي الشباب الجامعات ده بيحضر مجلس تنفيذي للمحافظه في مجلس تنفيذي بيتم كل شهر يتم ان هو يحضر في كل محافظه عندهم مجلس تنفيذي يتم الشباب ده يحضر ويشوف القرارات اللي بتاخدها مجلس تنفيذ المحافظه بيبدا بيتعلم كده انا بطلع كده ده افضل تدريب للمحليات انا عايز محليات تبقى قويه غير المحليات اللي كانت موجوده قبل كده يبقى ابدا بالشباب ده شباب زي الفل بجد يعني قدموا لنا نموذج حقيقي للي بيحصل حتى انا في كلمتي بقول لهم انا جالي تليفون فحد بيقول لي هو انت في المجلس قلت له اه بجد الجو اللي احنا عشناه وشفنا اللي هم ازاي بيناقشوا ازاي بيقدم طلب الاحاطه ازاي بيقول بيان عاجل ازاي بيقدم مشروع قانون ازاي بيبدا يناقش رد الحكومه حتى البنات الطلبات اللي قاموا بدور الوزراء بيتكلموا بطريقه كويس جدا بيتكلموا من غير ورقه ده حاجه كويسه جدا عندهم صوره لقاء جيده جدا فبجد اتمنى ان النموذج ده نخلي بالنا منه الشباب بجد هو ده الشباب المصري المحترم اللي ده اللي هيبني بعد كده ده اللي هبدا ابني بيه ده اللي هيبدا يحافظ على البلد ويشيل البلد بجد انت عندك 60% من الشعب المصري شباب فلازم نحافظ عليهم ويمكن انا قلت لهم في كلمتي برضه لما قابلت قبل كده رئيس لجنه حقوق الانسان في الامم المتحده مش مصدق ان في شباب في البرلمان المصري مش مصدق ان هو عنده شباب قلت له ساعتها ان احنا 53 شاب تحت سن 35 سنه لازم يشوف الشباب ده واتمنى للاعلام ان النموذج ده طلعوا النماذج دي تتكلم في القنوات الفضائيه النموذج ده اللي بيدي امل للشباب الثانيه الشباب هيصدق الشباب دي اللي بتطلع طلعوا النماذج دي في الاعلام وشوفوا النتيجه هتبقى عامله ازاي. المحاكاه هي حاجه بتقلد حاجه موجوده في الواقع. المحاكاه اساسا لفظ مستخرج من التقليد. احنا في مجلس النواب عندنا بنقلد مجلس النواب الحقيقي بنحاول نعمل صوره مصغره من مجلس النواب الحقيقي. ازاي احنا بنعمل عندنا تدريبات بحيث ان احنا ندرب الشباب بتوع الجامعات على الحياه النيابيه وعلى الحياه البرلمانيه عامه بنعرفهم ايه هي اللجان الموجوده في البرلمان وبنعرفهم ايه هي اللجان وايه هي المناصب البرلمانيه وازاي تبقى عضو برلمان. انا كنت بدرب انا كنت مسؤوله عن تدريب كل الدليجيتس دول النهارده الجلسه وكمان المفروض ان هم انا كنت حاطه لهم المواضيع اللي احنا هنتكلم فيها. يعني يمكن نماذج المحاكاه في الاول لما دخلتها انا ما كنتش عارفه يمكن الدنيا ماشيه ازاي في الاول بس يعني اسامه وعبد الرحمن وعلي يعني يمكن كان ليهم فضل كبير ان هم وعوني لحكايه النماذج المحاكاه دي عشان انا يمكن كليه علوم فبعيده شويه عن نطاق السياسه وكده بس اكيد كنت محظوظه ان انا عرفت النقطه دي بس اكيد بعد الفكره دي كلها وانا دخلت نماذج المحاكاه كترينر اكيد بعد التدريب بتاعي انا استفدت كتير جدا في بناء شخصيتي عامه ان انا اكون شخصيه عندي وعي سياسي وثقافي. دوري انا كنت رئيس تنظيم رئيس اللجان التنظيميه لمجلس النواب. رئيس اللجان التنظيميه المفروض بيكون تحته 4 لجان لجنه الاتش ار اللي هي الموارد البشريه ولجنه البي ار لجنه العلاقات العامه ولجنه الميديا الاعلام والتسويق ولجنه الكوردينيشن اللي هي التنسيق والدعم اللوجستي. المفروض اللي انا كنت مسؤوله عن الاربع لجان كل لجنه فيهم كان ليها دور بيختلف عن اللجنه الثانيه بس في الاول في الاخر الاربعه بيطلعونا بالشكل اللي احنا طلعنا بيه النهارده دوت فكل لجنه بتخدم على اللجنه الثانيه. هو دوري كان ايه دور الامين العام مجلس النواب دوره اللي هو بينسق مع اللجنه الاكاديميه واللجنه التنظيميه اللي هو يطلع يعني يشرح للطلاب السياسه واحنا مش بنشرح سياسه بس احنا بنشرح تنميه مهارات وتنميه الذات وكمان سوفت سكيلز وكوميونيكيشن سكيلز غير كده كمان بنعرفه اقتصاد بيئه
اجتماع من عد كوادر طلابية عموما. الناحية التانية برضو اللي أكون مسؤول عليها اللي هو بيعد الأوراق والتقارير اللي هي بتسلم الحاجات الإدارية بتاعت الجامعة، زائد كمان اللي هو بيبقى مسؤول على اللجنة التنظيمية اللي هي بتبقى اللجنة بتساعد على تنظيم القاعات اللي حضرتك شايفينها، والبي آر اللي هو مسؤول اللي يدعو النواب اللي حضرتك برضو شفتوهم، وشباب تنسية الأحزاب والسياسيين اللي كانوا موجودين معانا النهاردة، وغير كده الاتش آر اللي بيعملوا انترفيوهات للطلبة، عشان احنا برضو مش بنقبل أي طلبة عشان نشاط زي ما انتم عارفين نشاط يعني تطوعي ومجانا، فاحنا بنعد قبل ما نعد الطلبة بنختارهم الأول، بنعمل لهم انترفيوهات وتقييمات ليهم علشان بعد ما نختار الطالب هو على قد المسؤولية دي وقد الإعداد اللي احنا نعمله له.